بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي في برنامجكم مدرسك في بيتك عبر فضائية العراق التربوية. نلتقي وإياكم على الحب والسعة. دروسنا لهذا اليوم مخصصة للغة العربية. للاستفسار أحبتي الاتصال على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. موضوعنا الأول المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ؟ هو اسم معرفة يأتي في بداية الجملة. اسم معرفة يأتي في بداية الجملة. ماذا يحتاج المبتدأ؟ يحتاج إلى خبر. يحتاج إلى خبر ليكون معه جملة مفيدة. إذن الخبر هو الجزء المتمم لمعنى الخبر. ما علامة رفعهما؟ عزيز التلميذ، المبتدأ والخبر يكونان مرفوعان. يكونان مرفوعان دائما. عفوا، يكونان مرفوعين. يكونين مرفوعين. طيب، ما هي علامات رفعهما؟ ما هي علامات رفعهما؟ أول علامة هي الضمة. إذن علامات رفع المبتدأ والخبر هي كالتالي: العلامة الأولى الضمة. العلامة الأولى الضمة. متى تكون الضمة علامة لرفع المبتدأ والخبر؟ في الحالات التالية: إذا كان ألف، إذا كان كل منهما اسما مفردا. إذا كان كل منهما اسما مفردا. تعال معي عزيزي التلميذ إلى مثال: العسل مفيد. العسل مفيد. كل جملة تبدأ باسم، كل جملة تبدأ باسم يعرب هذا الاسم مبتدأ. يعرب مبتدأ. كيف يكون المبتدأ دائما مرفوعا؟ إذن مبتدأ مرفوع. طيب، ما هي علامة الرفع؟ ننظر هنا نجد الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسما مفردا. لأنه اسم مفرد. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه
اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. لو قلنا العسل وتوقفنا، هل يتم معنى الجملة المفيدة؟ العسل وحده لن يعطينا جملة مفيدة، إذن بحاجة إلى خبر ليتم معنى المبتدأ وليكونان جملة مفيدة. مفيد خبر، العسل مفيد، مفيد خبر مرفوع كما عرفنا ذلك، خبر مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد، إذن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. نأخذ مثالا آخر وشارك معي في الإعراب. لو قلنا الطيار ماهر، الطيار ماهر، الطيار مبتدأ، الطيار مبتدأ. ماذا يقول المبتدأ دائما؟ مرفوعا، إذن مبتدأ مرفوع. ما هي علامة الرفع؟ نجد الضمة، إذن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لو قلنا الطيار وسكتنا، هل تتم الجملة المفيدة؟ كلا، إذن الطيار ما له، الطيار ماهر، ماهر خبر مرفوع. ما هي علامة رفعه؟ الضمة، لأنه اسم مفرد. تعلمنا أن الضمة تكون علامة لرفع المبتدأ والخبر في الحالة الأولى إذا كان كل منهما اسما مفردا. الحالة الثانية إذا كان ب أيضا تكون الضمة علامة لرفعهما في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم نحو المعلمات نشيطات، المعلمات نشيطات، المعلمات مبتدأ. لماذا مبتدأ؟ لأن كلامنا ابتدأ به، إذن مبتدأ. كيف يكون المبتدأ دائما؟ مرفوعا، إذن مبتدأ مرفوع. ما هي علامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وكل جمع مؤنث سالم إذا كان موقعه الإعرابي رفعا فيكون مرفوعا بالضمة. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المعلمات ما لهن؟ المعلمات نشيطات، إذن نشيطات، نشيطات أكملت معنى الجملة المفيدة.
ماذا نسميها؟ نسميها خبر، وكل كلمة تكمل المعنى هي خبر. الخبر دائما مرفوع. ما هي علامة الرفع؟ الضمة. الضمة. نستقبل وإياكم اتصال الأول. أهلا وسهلا بالأخ ستار بجاهو. نعم للأسف قطع الاتصال، نتمنى أن يعاود الاتصال مرة ثانية. إذن نشيطات خبر مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، عرفنا أن المبتدأ والخبر يرفعان بالضمة في الاسم المفرد وفي جمع المؤنث السالم. ثانيا، تكون الألف، تكون الألف هي علامة لرفعهما في المثنى. الألف علامة لرفع المبتدأ والخبر في المثنى، أي إذا كان المبتدأ والخبر مثنى يرفعان بالألف، يرفعان بالألف. هاك مثالا عزيزي التلميذ، الطالبان مجتهدان، الطالبان مجتهدان. الطالبان مبتدأ، لماذا؟ لأن كلامنا ابتدأ به، مبتدأ. ماذا يكون المبتدأ دائما؟ مرفوع. إذن مبتدأ مرفوع. ما هي علامة الرفع؟ ننظر إلى الكلمة جيدا، نراها مثنى، ونعلم أن المثنى يرفع بالألف، يرفع بالألف. إذن الطالبان مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. مجتهدان خبر مرفوع، وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لماذا الألف علامة رفع؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. بقيت لدينا علامة واحدة لرفعه، الواو في جمع المذكر السالم. ثالثا، الواو في جمع المذكر السالم، الواو علامة للرفع في جمع المذكر السالم. العراقيون معروفون بفداء وطنهم. العراقيون مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع. ما علامة رفعه؟ ننظر إلى الكلمة،
ننظر إلى المبتدأ نجده جمع مذكر سالم، ونعلم جيدا أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو. إذن العراقيون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم، أين الخبر؟ أين الخبر؟ الخبر معروفون، معروفون، خبر مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. نأخذ مثالا آخر إذا تحول إلى موضوع ثاني. لو قلنا المهذبون محبوبون، المهذبون محبوبون، كما تعودنا أن كل كلمة تأتي في بداية الجملة تعرب مبتدأ لأن الكلام يبتدئ بها. مهذبون مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. محبوبون خبره، خبر المبتدأ، وبه تم معنى الجملة. محبوبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. نستقبل وإياكم اتصالا هاتفي من واسط. حسين تفضل. ألو حبيبي تفضل. شكرا. أهلا وسهلا، أنت شلونك؟ الأفعال الخمسة واضح إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا جزيلا لاتصالك. إذن وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. نستذكر وإياكم بصورة سريعة الدرس. علامات رفع المبتدأ: الضمة في حالتين إذا كان كل منهما اسم مفرد، وتكون الضمة في جمع المؤنث السالم أيضا. العلامة الثانية هي الألف، الألف يرفع بها المثنى المبتدأ والخبر إذا كانا مثنى. الحالة الثالثة هي الواو في جمع المذكر السالم. إذن هذه علامات إعراب المبتدأ. نستقبل اتصال آخر من الموصل، الأخ الزهراء. تفضل يا عزيزتي. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. الأفعال الخمسة وماذا بعد؟ إن شاء الله انتظرونا في نهاية الحلقة، سنجيبكم على جميع الأسئلة إن شاء الله تعالى. موضوعنا الآخر
هو كان وأخواتها. كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر وتغير في الحركات الإعرابية. إذن لكان وأخواتها عمل في الجملة الاسمية، عمل في الجملة الاسمية. كان وأخواتها كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية تدخل على الجملة الاسمية المكونة مما من المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ اسما له، تنصب العفو ترفع عفوا ترفع ترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها، وتنصب الخبر خبرا لها. لكان وأخواتها معان وفوائد. كان صار أصبح أضحى أمسى بات. طيب ماذا تفيد كان؟ اتصال هاتفي من آيات من محافظة كربلاء المقدسة. تفضلي عزيزتي. عليكم. عليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا. بخير والحمد لله. نعم، نائب الفاعل، نائب الفاعل إن شاء الله. انتظرينا سنتعرف عليه. نائب الفاعل. طيب كان تفيد التوقيت. كل واحدة من هذه الأفعال لها فائدة. صار تفيد التحويل، أصبح تفيد التوقيت في الصباح، أضحى أيضا تفيد التوقيت في وقت الضحى، أمسى تفيد التوقيت في المساء، بات تفيد التوقيت. وعندنا الاسم أو العفو الفعل وظل. أعزائي التلاميذ، بعد الفاصل قصير سنكمل وإياكم شرح موضوعنا. شكرا جزيلا.